سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لهم: كيف آلت لكم أنفسكم أن تضعوا رسول الله تحت الثرى، تحت التراب؟ يعني شلون نطتكم نفسكم تدفنون النبي؟ قالوا لها: يا فاطمة يا زكية، لو كان الأمر بيدنا لرفعناه إلى السماء. كم درجات شلون حتكون؟ السور عليها 20 درجة، شرح السور 15 درجة، فإحنا محاضرتنا هذا اليوم حتكون 35 درجة. كل دلتا خليها ملاحظة عندك، لأن راح ناخذ دلتا H ودلتا S ودلتا G بالمستقبل. كل دلتا يمثل النهائي ناقصاً الابتدائي.